خارجية عمان كمان يوسف بن علوي طلع يتكلم وطلع يبرر الزيارة بشكل مريب. شاهدتموه بالأمس عن زيارات إلى السلطنة من فخامة الرئيس الفلسطيني وفخامة رئيس وزراء دولة إسرائيل، ونحن مسرورين ومهتمين جدا بأن نطلعكم على ما يمكن نطلعكم عليه، لأننا نعتقد الزمن الآن أصبح مناسب لكي نبدأ ونشرع فيه التفكير بجدية إلى كيفية التخلص من المشاكل التي هي لا تسمح لدول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بالتطور الذي تستحقه. شاهدتموه يا ده طلع أنه يا أخي نيتهم خير، وإحنا الواحد مش عارف هيروح فين بتفكيره اللي. طلع أن عادي، يعني ده لأجل مصلحة الأمة وعشان منطقة تستحقش المشاكل دي، وإحنا هنحل المشاكل، فإحنا بنستقبل نتنياهو هو وسارة ورئيس الاستخبارات بالأحضان. مش بس كده، وزير الخارجية العماني قال إن الوقت حان. ليه بقى حضرتك؟ عشان نقلع. عيب يا ممتاز وزير الخارجية قال كده. أيوة أنا عمري خدعتك. قال لك الوقت حان. ليه؟ عشان نقلع كلنا، لكي نتخلى عن الماضي والتزامات الماضي وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعطاء الفرصة لدول المنطقة بأن تتخلص من كل التزاماتها تجاه قضايا أصبحت من الماضي. نحن نعتقد أنه الدخول إلى المستقبل يتطلب من جميع الأطراف أن يتخلى عن الماضي، ولكن من حقه أن يتمسك بالمستقبل. هيا المكان الوحيد الدخول للخلاء هو اللي بيحتاج انك تتخلى بهذا الوضع، يعني سيادة وزير الخارجية العماني هو اللي بيبقى محتاجك تتجرد، انما دخول المستقبل لا يعني ابدا. انا مش فاهم ايه اللي هنخليه في الماضي، يعني انا مش قادر استوعب حقيقة. هل القدس؟ هل ان فلسطين ارض محتلة؟ هل حق العودة؟ هل دماء عشرات الالاف من الشهداء؟ ايه اللي هناخده من الخليه من الماضي؟ ايه؟ وننسى مرشراش بقى والاراضي الاردنيه المحتله واللبنانيه المحتله والفلسطينيه المحتله وكل ده، انا عن اي مستقبل؟ ومن امتى انت يعني هي مش كتب المطالعه دي، طالعه الرشيده اللي فيها دايما انك الذئب لا يؤمن، لا يمكن الخراف تامل للذئب وتسلم نفسيها وتعمل كده. بس الصهاينة اللي هياخدوا المنطقة عشان يخلوها أفضل وأحسن وياخدوها للمستقبل، يعني أي عقل مفروض يقتنع بكده إلا إذا كان عقلا ديوثا؟ أي عقل اللي يتخيل أن الصهاينة اللي هتحزم حزام المنطقة وتاخدها للمستقبل وإن إحنا لازم نتخلى؟ وليه دايما الطلعة لقدام مع حكامنا الأشاوس تأتي بالتخلي؟ ولو حضرتك رجعت لك تاريخ الستين سنة هتلاقي ان احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا نتخلى عن كل حاجة. هو كل واحد يحب يقلع في المنطقة، فيقول لك احنا عملنا كده لأجل خاطر فلسطين اللي ارتكبت باسمها كل الجرائم والآثام. وهي في فلسطين دي اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ فين يعني؟ وتاني السؤال، لما انت مش وسيط بتعمل ايه؟ قال لك اصل بابا امريكا هيحل. طب لما بابا امريكا يحل ماما دخلها ايه؟ لسنا حقيقة وسطاء اطلاقا. سيبقى في رأينا، سيبقى الدور الأمريكي هو الدور الرئيسي في مساعدة الطرفين ومساعدة الدول المنطقة المحاذية لها في التوصل إلى اتفاق يكون اتفاق يرضي الجميع، يرضي الطرفين، ويعطي المنطقة هذه راحة
والدور الرئيسي هو لفخامة الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعمل في شان اقتراح كما تسمى صفقة القرن. نعم. وهذا شيء يكون مهم، نعتقد أنه مهم، وإذا استطعنا أن نبدي بعض الآراء فهي من أجل أن تكون هذا الصفقة مقبولة من جميع الأطراف ويكون تم تحقيق السلام بين الطرفين.